تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديداً من شارع رمسيس اللي بيشهد طبعاً في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية اللي مكملة لحد ميدان العباسية، ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. كمان بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. ونروح معاكم لمحافظة الجيزة وهنلاقي في شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، ده المعتاد لشارع فيصل. كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لحد الطلبية. أيضا المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. لكن بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة كمان قبل محور ميدان لبنان، لكن المتجه إلى أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية. نروح شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، ظهرت كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. بتظهر كثافات على محور صفة اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لمحور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. كمان شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين. نروح معاكم محافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. ونكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة إلى القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلونا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ومن المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة على عدة مناطق قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 26 درجة والصغرى 19، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة، وأسوان العظمى فيها 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.